خلونا نبدأ بالأخبار اللي معانا. وزارة الداخلية نظمت احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو بحضور عدد من شيوخ الأزهر في إطار الحرص على إحياء المناسبات الدينية والوطنية وتطبيق السياسة العقابية الحديثة. امبارح كمان يا بسنت انطلقت فعاليات اليوم الأول من مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية، واللي هيستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل. هيكون فيه العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية إلى جانب فعاليات للأطفال ضمن مهرجان نبتة. تفاصيل وأخبار أكتر في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح. وزارة الداخلية نظمت احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو بحضور عدد من شيوخ الأزهر في إطار الحرص على إحياء المناسبات الدينية والوطنية وتطبيق السياسة العقابية الحديثة. امبارح انطلقت فعاليات اليوم الأول من مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية اللي بيستمر حتى 30 من أغسطس المقبل، والعديد من الفعاليات الفنية والرياضية وفعاليات ترفيهية إلى جانب فعاليات للأطفال ضمن مهرجان نبتة للطفل، وده بعد النجاح الكبير اللي حققه المهرجان في نسخته الأولى اللي أقيمت العام الماضي. وكان إدارة مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين. امبارح ووفقاً لبيانات غرفة عمليات متابعة استقبال المساعدات بمحافظة شمال سيناء في إطار استجابة مصر للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تم استقبال وتفريغ ما يقرب من 27,296 شاحنة تحمل مجموعة متنوعة من المساعدات، وبلغ إجمالي الشحنات 655,520 طن، بتشمل هذه المساعدات أغذية وأدوية ومواد إنشائية ومستلزمات طبية أساسية. وبيقوم الهلال الأحمر المصري باستقبال وتفريغ وإعادة نقل هذه المساعدات لتصل لغزة بالتعاون مع نظيره الفلسطيني لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها بشكل فعال. وبتأتي هذه الجهود في إطار التضامن الدولي لمواجهة الأزمات الإنسانية الكبرى وتعزيز التعاون بين الدول من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.